انطلاق ملتقى السودان الدولي للتعدين نهاية الشهر الجاري بمشاركة 100 شركة. تشريع النيل الأبيض يجيز تعديلات رسوم المحاصيل الزراعية بتخفيض بلغ 50%. والفاو تؤكد ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في فبراير. مشاهدينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم في الحدث الاقتصادي لليوم الذي نستعرض فيه طائفة من أخبار الاقتصاد المحلية والإقليمية والعالمية، وكذلك ملف اليوم نناقش فيه واقع السياحة في السودان ومساهمتها في الدخل والناتج القومي بالنسبة للبلاد، ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم. أهلا بكم. أوضحت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي أن هناك فرصا استثمارية لمشروعات جديدة بالدول العربية من مشروع إنتاج وتصدير اللحوم الحمراء بالسودان بتكلفة تبلغ حوالي 119 مليون دولار، وأشارت الهيئة في كتيب أصدرته بمناسبة المؤتمر العربي الثالث للاستثمار الذي نظمته الهيئة بالخرطوم مؤخرا. أشارت إلى أن مشروع إنتاج وتصنيع اللحوم الحمراء بالسودان يهدف إلى تغطية الفجوة الغذائية للحوم الحمراء بالدول العربية من خلال إقامة مشروع متكامل لإنتاج وتسمين وتسويق وتصدير اللحوم الحمراء بنوعية ومواصفات عالمية وبطاقة سنوية تبلغ 500 ألف رأس من الأغنام، وتسمين 150 ألف رأس من الضأن، وتسمين 45 ألف رأس من الأبقار، وتخصيص 15 ألف رأس من الأبقار لتصنيع اللحوم. أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم لشهر فبراير مرتفعا عند 3347.43 نقطة، ومقارنة بتداول شهر فبراير مع شهر يناير فقد انخفض حجم التداول من 791 مليون و439 ألفا و494 جنيها إلى 409 ملايين و15 ألفا و354 جنيها بنسبة انخفاض بلغ 48.3%، بينما ارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة من 4 ملايين و860 ألفا و789 ورقة مالية إلى 19 مليون و580 ألف و241 ورقة مالية بنسبة ارتفاع بلغت 301.9%. وانخفض عدد الصفقات المنفذة من 8987 صفقة إلى 1513 صفقة بنسبة انخفاض بلغت 82.5%. وشهدت حركة الأسعار في قطاع البنوك وشركات الاستثمار ارتفاع سعر سهم كل من بنك الخرطوم من 1.68 جنيه إلى 2.13 جنيه، والبنك الأهلي السوداني من 710 جنيهات إلى 745 جنيها. إذن واستقرت أسعار السمسم الأبيض وارد السودان بالأسواق العالمية، حيث بلغ سعره 1250 دولارا للطن المتري، فيما بلغ سعر سمسم إثيوبيا 1250 دولارا للطن المتري، وبلغ سمسم تنزانيا المخلوط 1000 دولار للطن المتري، بينما بلغ سعر سمسم نيجيريا المخلوط 1080 دولارا للطن المتري، وسمسم الهند الأبيض 977 دولارا للطن. أكد وزير الاستثمار الدكتور مدثر عبد الغني خلال لقائه وفد الغرفة التجارية العربية الألمانية برئاسة السيد عبد العزيز المخلافي الأمين العام للغرفة، أكد على تطور علاقات التعاون الاقتصادي بين السودان وألمانيا، مشيرا إلى أن نجاح الملتقى الاقتصادي السوداني الألماني الثالث الذي عقد في العاصمة الألمانية برلين في ديسمبر الماضي والنتائج الجيدة التي خرج بها
والذي شكل قاعدة انطلاق قوية نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة. وأعرب الوزير عن تقديره للجهود التي تطلع بها الغرفة العربية الألمانية في خلق تفاهمات مشتركة بين القطاع الخاص الألماني والسوداني والترويج للاستثمار في السودان عبر تلك الملتقيات التي تتيح فرص الشراكات الاستثمارية. تستضيف الخرطوم إذن في هذا الشهر المؤتمر العربي الرابع للاستثمار والتطوير العقاري بمشاركة واسعة من شركات العقارات والمزادات والمساهمات العقارية في السعودية ودول الخليج. وقال دكتور أحمد آل سويدن الأمين العام لاتحاد المستثمرين والعقاريين العرب إن المؤتمر يناقش إنشاء مدن سكنية للمغتربين السودانيين المقدر عددهم بنحو 5 ملايين نسمة بتمويل خارجي. كما يتشاور المؤتمر بجانب أجندته الرئيسية في توحيد الرؤى والقوانين العقارية في الدول العربية، فك الحظر المفروض على التمويل العقاري في الخرطوم منذ العام 2014 ورفع سعر المتر في الخرطوم إلى سعر قياسي يساوي نظيره في الدول المتقدمة. تنظم وزارة المعادن بتعاون مع شركة فالنت البريطانية ملتقا ومعرضا يسمى بمعرض السودان الدولي في نسخته الثانية بالخرطوم نهاية شهر مارس الجاري بفندق الجراند هوليدي فيلا وبتشريف النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومشاركة وزراء القطاع الاقتصادي وشركات العاملة في هذا المجال، بالإضافة إلى مشاركة عدد من وزراء المعادن بدول الجوار الإفريقية والعربية. وكشف المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية دكتور محمد أبو فاطمة في تصريحات صحفية اليوم عقب اجتماع اللجنة التحضيرية العليا للملتقى، كشف أن الملتقى سوف تشارك فيه كبرى الشركات العالمية والمحلية، مؤكدا موافقة أكثر من 60 شركة محلية على مشاركة في الملتقى والمعرض إلى جانب 30 شركة أجنبية من بريطانيا وكندا وجنوب أفريقيا وبعض الدول العربية، بالإضافة إلى الجامعات والمعاهد العلمية. إذن كشف اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثق من اللجنة العليا لإعمار وتنمية السودان برئاسة وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي مشاعر الدولب في اجتماعه صباح اليوم عن وصول وفد من جامعة الدول العربية برئاسة مساعد الأمين العام الدكتور كمال حسن علي في 16 من مارس الجاري للوقوف على الترتيبات والتحضيرات لانعقاد مؤتمر الإعمار والتنمية بالسودان والمقرر عقده في الربع الأخير من العام 2017 خارج السودان. وقد أشاد الاجتماع بالجهود التي بذلت من اللجان الفرعية المتعلقة بالتحضيرات والترتيبات والمسائل اللوجستية. وقف الاجتماع على الخطة القادمة لوضع الوثيقة في شكلها النهائي للمؤتمر مع عقد سلسلة من اللقاءات الثانية للتشاور والدفع لإنجاح هذا المؤتمر. أعلن المدير العام لديوان الحسابات هشام آدم مهدي عن تنفيذ حوسبة نظام المرتبات بالوحدات والمؤسسات الحكومية كافة في أبريل المقبل بالبلاد. وقال إن الديوان شكل 2 من اللجان الفنية والتي طافت بالولايات 17 وأكملت المرحلة الأولى من تنوير وتدريب العاملين، ثم لجنة إشرافية لتطبيق النظام بالمؤسسات والوحدات الحكومية. وزاد أن هناك لجانا انطلقت حاليا في الوزارات والشركات والوحدات لجمع البيانات وتعبئتها في النظام، مشيرا إلى أن هذا الشهر سيشهد إدخال هذه البيانات في الأنظمة لحوسبة المرتبات. وأوضح مدير المركز القومي للمعلومات المهندس محمد عبد الرحيم أن حوسبة المرتبات هي من ضمن البرامج المطلوبة لوزارة المالية في تنفيذ خطة الحكومة الإلكترونية. وقال إن إكمال برنامج العمل المالي أو برامج العمل المالي في الوزارة يتطلب الانتهاء من الفوترة الإلكترونية بديوان الضرائب والربط بالجمارك ثم النظام المصرفي حتى تكتمل منظومة العمل المالي بالبلاد. وأضاف أن المحور المهم في تطبيق هذه الأنظمة هو العنصر البشري المؤهل المدرب الذي يمكن من البداية الصحيحة والتطبيق السليم. ابقوا معنا ملف اليوم عقب الفاصل.